لكن احنا شفنا ان الاصابه كانت قويه جدا، ولكن الكاميرا لما جت عليك شفناك متماسك، شفناك هادي. اول حاجه حصلت لي لما حصل لي اصابه وانا في الملعب، في الاول ما كنتش عارف انها اصابه خطيره. لما الدكتور نزل الملعب ولقى ان ركبتي اتحركت مكانها رجعها في الحال، وسالت الدكتور وقلت له اتمنى ما يكونش في كسر في العظم او حاجه خطيره. قال لي ما تقلقش يا جونيور. وقتها هو هداني وخلاني ابقى هادي ومبقاش قلقان. وأول ما خرجت من الملعب بدأنا نعمل الفحوصات، وبعت وشاف الرأي إيه في الوضع، وضع ركبتي، وعرفت الحالة والإصابة إيه بالظبط. بس طبعا الحمد لله أنا برضو محظوظ، كان ممكن الإصابة تبقى أخطر من كده.